في كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يوميا على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، ومعاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. شفنا الأيام اللي فاتت دي بصراحة جو ما حصلش رطوبة وحر، وزي كل سنة نلاقي ناس تقول ايه الحر ده، احنا ما شفناش ده قبل كده. وطبعا موجة حارة بتسلم موجة حارة تانية، ومع الحرارة والرطوبة بيزيد الإحساس بالحر. ناس كتير بتقول ان الجو عندنا اتغير، وان زمان ما كانش كده، كان الصيف حار لكن الرطوبة مش بالشكل ده، وان مجرد الواحد ما كان بيبقى في الظل ما يحسش بالحرارة. طبعا احنا بنشتكي من الحر لاننا ما تعودناش عليه، لكن في دول الخليج او غيرها الحر مع الرطوبة اكتر من كده بكتير. وبعض خبراء المناخ بيفسروا ارتفاع الحرارة والرطوبة في الصيف بانها بالفعل نتيجة تغيرات مناخية تسببت فيها التجارب النووية في البحار والمحيطات وحرق الغابات، وده كله بسبب ذوبان الجليد في القطب او زيادة الرطوبة، وان الحروب والتفجيرات والتلاعب البشري في الطبيعة رفع درجة حرارة الارض وهو سبب الدورات المناخية. لكن في علماء يا جماعة بيقولوا ان الحرارة والمطر دي دورات مناخية بتتم كل 50 سنة، وان سواء الحر او البرد برضو بيدور. والدليل ان اوروبا السنة اللي فاتت شهدت مجموعة حر كبيرة جدا سببت وفيات وخسائر. السنة دي حر بالفعل مش بس في مصر، لكن كمان في دول تانية زي العراق وإيران. إيران بقى الحرارة عندهم حاجة 70، تخيلوا، ودي موجة عامة. وطبعا الناس بتتناقش وتكتب وتحاول تفهم إيه اللي بيحصل، وناس تقول إمتى الشتاء يرجع تاني، وناس تقول الصيف لازم يمشي إحنا تعبنا، وناس بتقول إمتى الربيع يرجع من جديد. كل صيف وانتم طيبين، وربنا يسترها علينا الايام اللي جايه والحراره تنزل لان الوفيات في ازدياد. كان معاكم مع عمرو الليسي وكلمه ونص. وبكره كلمه ونص كتبها اكرم القصاص.